أمير. تحياتي ليك يا كابتن فاروق، تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. مباراه اكيد هامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي النهارده، وثلاث نقاط ان شاء الله تكون جديده في رصيد النادي الاهلي في بطوله الدوري. لكن خليني سريعا اقول لك التشكيل بتاع النادي الاهلي النهارده، واللي فيه اكثر من تعديل اجراء الكابتن حسام البدري. في حراسه المرمى محمد الشناوي بيعود لحراسة مرمى النادي الأهلي على حساب أحمد عادل، أيضا متواجد في خط الدفاع كل من علي معلول اللي بيعود أيضا النهاردة كباك شمال في تشكيل النادي الأهلي، وأحمد فتحي ناحية اليمين. اتنين مساكين أيمن أشرف ومحمد هاني. أيمن أشرف بعد جاهزيته من خلال مران الأمس أصبح جاهز للمشاركة في هذه المباراة، خصوصا في ظل الأزمة اللي بيعاني منها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري في خط الدفاع. فبالتالي أيمن أشرف هيجاور محمد هاني البديل الوحيد في هذا المركز. في نص الملعب كل من حسام عاشور وعمر السولية، أمامهم الثلاثي مؤمن زكريا عبد الله السعيد وأحمد الشيخ. في خط الهجوم العائد وليد أزارو اللي عودته أكيد هتكون مهمة، خصوصا أنه هداف النادي الأهلي حتى الآن هذا الموسم، وأيضا في ظل غياب جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي النيجيري للإيكوف. بالنسبة لدكة البدلاء واللي اختارها كابتن حسام البدري، كابتن فاروق، أحمد عادل عبد المنعم، إسلام محارب، حسين السيد، وليد سليمان، صالح جمعة، باسم علي، وأحمد ياسر ريان. ده تشكيل النادي الأهلي من الأساسي بالبدلاء. بالنسبة للمستبعدين أربع لاعبين، كابتن حسام البدري كان مختار 22 لاعب، تم استبعاد أربع لاعبين عشان تكون القائمة 18 لاعب فقط. فبالتالي متواجد أو اللي استبعد خلاص بشكل رسمي كل من كريم نيدفيد، بكماني ملامبي، أحمد حمودي، ورمضان مصطفى الحارس الثالث في القائمة، وهو أحد الحراس الصاعدين في تشكيل النادي أو في طبعا النادي الاهلي بشكل عام. بالنسبه لتشكيل وادي دجله كابتن فاروق، في حراسه المرمى كل من محمد عبد المنصف، رقم 6 محمد حسن، رقم 7 اسامه العزب، رقم 11 محمد شريف، رقم 12 احمد الشناوي، رقم 13 السيد سالم، رقم 14 محمد هلال، رقم 17 احمد رؤوف، رقم 19 حسام عرفات، رقم 23 محمد أنور، ورقم 44 محمود مرعي. طبعا بالنسبة لدكة البدلاء الخاصة بفريق وادي دجلة، كل من محمود رضا رقم 30 وده في حراسة المرمى، عمرو طارق رقم 3، كريم بدير رقم 8، يوسف أطارة رقم 20، محمد عبد العاطي رقم 26، ومحمود فيليكس رقم 45، وأحمد سعيد رقم 72. ده بالنسبة فيما يخص بفريق وادي دجلة. أكيد هي مباراة مهمة جدا، تحذيرات الكابتن حسام البدري للاعبين خلال المحاضرات سواء النهاردة أو بالأمس مساء أو بالأمس أيضا قبل المران الأخير على ملعب مختار التتش، كابتن حسام البدري اتكلم مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الفوز في هذه المباراة، عدم الالتفات للنتائج اللي يمكن السيئة بالنسبة لفريق وادي دجلة خلال هذا الموسم. لكن فريق وادي دجلة بالتحديد قدر أنه هو يفوز في آخر مباراتين، فبالتالي عنده روح معنوية مرتفعة، عنده استفاقة بشكل أو بآخر أكيد هتديله دفعة خلال هذه المباراة، وده اللي حذر من خلاله كابتن حسام البدري لاعبي النادي الأهلي، طلبهم ضرورة التركيز في هذه المباراة والفوز بثلاث نقاط عشان النادي الأهلي يكون ناقص له أيضا مباراتين مؤجلين من خلالهم إن شاء الله يقدر يعتلي القمة ويتخطى فريق نادي الإسماعيلي اللي في هذه الفترة بيتصدر بطولة الدوري العام. الأمور كلها ماشية بشكل جيد يا كابتن فاروق. خليني أقول لك الأجواء هنا يمكن الدنيا ساقعة شوية، الجو برد شوية، لكن أجواء كورة أكيد. النادي الأهلي إن شاء الله من خلال مباراة اليوم يقدر ان هو يحقق فوز جيد من خلاله يضاف لثلاث نقاط مهمين جدا. ايضا ارضيه الملعب طالما دخلنا فصل الشتاء فبالتالي ممكن يكون في كلام شويه على ارضيه الملعب، لكن انا شايفها امامي ارضيه جيده ان شاء الله من خلالها ايضا نشوف مباراه جيده ما بين الفريقين، وبالتحديد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ان شاء الله يقدر يفوز، ان شاء الله يقدر يحقق اداء جيد ان شاء الله، وده اللي بيهدف ليه الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري عشان لما هو قادم وهو أهم. عندنا مباراة بتروجيت، مباراة ودية أمام فريق أتلتيكو مدريد، لكن هيكون في أيضا في مباراة أخرى ومباراة الزمالك ومباراة السوبر، كل ده في حسبان الجهاز الفني. عشان كده بالمناسبة أعطى بعض الفرص لبعض اللاعبين اللي كانوا بعيدين عن تشكيل النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، وبالتحديد علي معلول وهو أحد اللاعبين المهمين، وده أكيد ما يقللش خالص من قدرات كل من حسين السيد وصبري الرحيل خلال الفترة السابقة. إن شاء الله نتمنى مباراة جيدة، نتمنى إن شاء الله يقدر النادي الأهلي يحقق فوز جيد، ياخد من
من خلال ثلاث نقاط تضاف لي في رصيده يا كابتن فاروق. لو في اي استفسار انا معك اتفضل. انا بشكرك يا امير. الاستفسار هيكون طبعا من كباتن مصر بخصوص التشكيل. بشكرك امير هشام طبعا زميلنا في ارض ملعب بترو سبورت. بامر الله خلينا نتمنى طبعا التوفيق لفريقنا، ده الاهم، والتوفيق لكل اللاعبين اللي تم اختيارهم ان شاء الله للتشكيل الاساسي. خلينا نروح للتشكيل واقول لحضراتكم تشكيل مره اخرى.